يوم تاريخي سجلته دولتان كبيرتان لهما تاريخ ممتد لما قبل الميلاد في حوض المتوسط. اليونان ومصر يوقعان اتفاقية ترسيم حدود بحرية كانت بمثابة رصاصة الرحمة على الاتفاقية غير القانونية بين السراج الذي تجاوز صلاحية الصخيرات بمجلسه الذي انفرط عقده، وبين أردوغان الذي يسعى للقفز على حقائق التاريخ والجغرافيا ليخترع منطقة بحرية مشتركة بين ليبيا وتركيا، متجاهلا وجود اليونان ومصر وكريت وقبرص بين البلدين. اتفاقية السراج أردوغان انتهت اليوم وأصبحت جزءا من الماضي رغم مناكفات الخارجية التركية وادعاءاتها الباطلة، لتكون اتفاقات مصر واليونان واليونان وإيطاليا واتفاقات خطوط ميد إيست بين قبرص وإسرائيل واليونان وصولا إلى إيطاليا تكون كلها اتفاقات تنهي أي حق لتركيا في مناطق أبعد من شواطئها التي كفلها القانون الدولي. اليوم أصبحت ليبيا خارج لعبة الصراع شرق المتوسطية التي أقحمنا فيها السراج وقادة تنظيم الإخوان مع تركيا، التي رسمت خرائطا تجاوزت فيها حدود الواقع الجغرافي والمكاني. واليوم أصبحت المواجهة بين تركيا وبين جيرانها المباشرين وجيرانها الغاضبين اليونان وقبرص وكريت ومصر. ليبيا لم يكن لها حدود بحرية مع تركيا، وحماقة السراج هي التي سولت له رسم خريطة وهمية مع تركيا بإعاز أردوغاني. وليس الغزو التركي لغرب ليبيا إلا أحد الأسباب الرئيسية لتمرير هذه الاتفاقية غير القانونية وانتهاك حدود وسيادة الدول وحقوقها الاقتصادية ولإنقاذ اقتصاد أردوغان المنهار. اتفاقية انتهى اليوم أي أثر لها، فلا الجيران يرتضونها ولا القانون الدولي والبحري ولا الاتحاد الأوروبي ولا دول العالم يرتضونها، ليجد أردوغان نفسه بعد التوقيع المشؤوم محاصرا بدول جواره التي وصفت اتفاقه بالباطل وغير الموجود أصلا، وليقول وزير الخارجية اليوناني أن مكان اتفاقية السراج أردوغان هي سلة المهملات.